كواليس حفل الافتتاح وأيضا مباراة قطر والإكوادور. معانا على تليفون ناقدنا ومحللنا الرياضي البارز عاطف شادي من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا أهلا أهلا. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي الحال؟ كله تمام؟ ارحب بيك وارحب بكل مشاهدينا. واحنا نرحب بيك على شاشه الاولى وبرنامج التاسعه. وكنت عايز اعرف شويه كواليس عن حفل الافتتاح، وعاوزين برضو رايك في تحليل لمباراه المنتخب القطري والمنتخب الاكوادوري. طيب يعني في البدايه خلينا نقول ان النهارده احنا شفنا يعني واحده من افضل حفلات الافتتاح الخاصه ببطولات كاس العالم. حاجة يعني محترمة جدا احنا شفناها، اعتقد ان هي حاجة تدعو للفخر. ومن ضمن الحاجات اللي تدعو للفخر كمان لان الحفل كمان ادى رسائل كثيرة للعالم بسبب ان انت وريتهم دينك الاسلامي ووريت الحضارة العربية ليهم بشكل كويس. كمان كانت لافتة جيدة جدا من الحكومة القطرية ان هي تدعو جميع القادة والرؤساء العرب بالحضور، واغلبهم لبوا الدعوه، وطبعا وكان على راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان شرف الحفل النهارده وكان موجود، وجميع اعتقد اغلب القاده العرب كانوا موجودين. فدي كانت رساله جيده جدا للعالم ان انت كمان العرب كلهم موحدين على صف واحد لدعم الدوحه في اقامه المونديال وبطوله كاس العالم اللي هي تعتبر البطولة رقم واحد على مستوى العالم في كافة المستويات، أو البطولة الأبرز اللي بتضم 32 طبعا منتخب من أقوى المنتخبات. النهارده الحفلة كانت حاجة شيء مبهج جدا جدا جدا. زي ما بقول لحضرتك يا أستاذ يوسف، كانت العدد النهارده كان في حدود 68 ألف مشاهد في ملعب البيت، الملعب الأسطوري اللي مبني على شكل خيمة. يعني طبعا انت بتدي رساله كده للعالم، حتى انت عامل حفل عربي خالص، عامل كمان مباراه على ملعب عربي خالص، طابع كانك انت داخل خيام، حاجه جميله جدا. حتى كمان كان في النهارده عايز اقول لك لقطه الناس ما شافتهاش كتير، الاستقبالات الخاصه بالضيوف والناس النجوم كلها كانت من خلال الجمال، كانت واقفه على الصفين، والخيول العربيه اللي كانت موجوده بتستقبل برضه على الصفين. فده كان يعني ايه، بتوجه رساله حاجه جميله جدا النهارده كمان ان انت تبدا بالقران الكريم في الحفل ده، حاجه برضه حاجه مشرفه ليك وتخليك ان انت كمان تحس بالفخر. احنا انا يعني كمصري موجود في حفل افتتاح النهارده، اتبسطت جدا 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 بالحفله، واحدة من أفضل الحفلات. وكمان التنظيم كمان يا أستاذ يوسف حاجة على أعلى مستوى، كل المشاركين هنا طبعا زملائنا الإعلاميين من كافة دول العالم. البطولة دي يعتبر واحدة من أكثر البطولات اللي بيتم تغطيتها حاليا. احنا في النهارده تم اختارنا ان النهارده في أكثر من 1400 صحفي، بالإضافة لأكثر من حوالي 800 مصور من على مستوى العالم. حلوة. كمان في بتتكلم في 400 قناة موجودة بتغطي الحدث ده، يعتبر حاجة عظيمة جدا. امبارح كمان تم اختارنا ان البطولة دي هي الاكثر مبيعا من حيث الحقوق التجارية والتسويقية وحقوق البث الفضائي، هتتخطى كمان بطولة روسيا 2018 بحوالي اكثر من 700 مليون دولار، فده برضو حاجة جيدة جدا. عايز اقول لك برضو نقطة ثانية، النهاردة كانت بارزة ان قطر مشت كلامها وكافه اللي اتاكدت عليه. كمان النقطه المهمه قوي اللي كانت بتتكلم على ان اتاحه بيع المشروبات الكحوليه في الملاعب، وقطر كانت متشدده في القصه دي وقالت ان تم المنع تماما، وبالفعل النهارده كان تم المنع تماما. كان بيتم بيع بعض المشروبات اللي هي الشعير، ولكن بدون اي اضافات كحوليه تنفيذا بالضبط، تنفيذا لكل التعليمات. وكمان الشركه الراعيه اللي هي تبع الفيفا اللي بتبيع نفس الماده دي كتبت مع لوحه في واضحه في الاستاد ان هي بتحترم كافه القوانين القطريه كويس وقراراتهم ونفذت تعليماتها. لكنت حاجه كانت حاجه جميله النهارده، بس احنا بس زعلنا على الاداء والشكل اللي قدمه المنتخب القطري في المباراه امام اكوادور. كان نفسنا الامور تبقى افضل بكتير، لكن
للاسف، وان شاء الله لسه في ماتشين للتعويض امام السنغال وامام هولندا باذن الله، ممكن قدامهم فرصه باذن الله نتاهلوا في المرحله الجايه. كنت لسه اقول لك الجايات هتغطي على الرايحات ان شاء الله يعني. بالزبط طيب بالزبط. بالمناسبه بقى، علشان احنا بنتكلم عن الماتش مش بس بتاع النهارده لكن بشكل عام، التشجيع اخباره ايه هناك؟ والمشجعين اللي جايين عظيم من الدول المختلفه بص يا استاذ يوسف، النقطه في نقطه برضه عشان الناس بتجهلها كتير جدا، بيتكلموا على ان العدد الجماهير اللي موجوده في قطر قليل، الناس مش واخده بالها ان الجماهير في اغلب الجماهير او اعداد كبيره منهم في الدول المحيطه بدوله قطر، خاصه ان عدد الغرف الفندقيه المتاحه في قطر مش بالقدر الكافي ان هي تستوعب 1,500,000 مشجع من كافه دول العالم، طبعا بالاضافه للمسؤولين ومن سواء من الفيفا او من كافه المستويات. فدوله مثلا يعني مثلا على سبيل المثال واحده زي دبي مستضيفه الاف من الجماهير هيجوا في رحلات اليوم الواحد يحضروا المباريات ويرجعوا ثاني، كمان السعوديه، كمان البحرين، الكويت مستضيفه، ففي حاجات يعني عدد كبير جدا من الجمهور. النهارده مثلا كنا امبارح في افتتاح الفان فيستيفال في منطقه الكورنيش في الدوحه، ده كان في اكثر من 40,000 مشجع وتم اغلاقه قبل بدايه الحفل، وموجود بره اكثر من 40,000، يعني انت بتتكلم في 80,000 في منطقه واحده. النهارده الجمهور كنت بتتكلم في حوالي 68,000 متفرج، وده عدد ضخم جدا. كمان لسه ان شاء الله هنشوف ملعب لوسيل هيتخطى ال 80,000 متفرج باذن الله في الايام اللي جايه. باذن الله التشجيع حاجه عظيمه وحاجه مشرفه، وتبقى واحده من افضل البطولات، زي ما انفانتينو قال في مؤتمر الصحفي اللي امبارح، قال ان انا بتوقع ان دي هتبقى افضل نسخه من نسخ بطولات كاس العالم على مدى التاريخ كله باذن الله. وبعدين برضو مصر ليها لمستها هناك، الكوره اللي لعب بيها الفريق كوره صناعه مصريه 100%. لا وخد بالك كمان نقطه كمان يا استاذ يوسف، مش الكورة بس، يعني طبعا الكورة دي حاجة مشرفة جدا ان انت تبقى موجود مكتوب على الكورة صنع في مصر، دي حاجة طبعا تدعو للفخر. عايز اقول لك ان نجيل الملاعب، حوالي 6 ملاعب من الملاعب الثمانية من ضمنهم استاد البيت النهاردة اللي اتلعبت عليه المباراة، هو من الصناعة من احدى الشركات المصرية اللي كانت مشرفة على تنجيل ارض الملعب، فده يعني حاجة برضو انت مش مساهم في البطولة سواء شئت أبيت، بالإضافة طبعا لعندنا عدد كبير جدا من المصريين من المشاركين في العملية التنظيمية والأمور التنظيمية في المباراة في البطولة، فيعني مصر كمان موجودة، والحكومة المصرية أكيد برضو مقدمة دعم جامد جدا. عارف أنت الجملة بتاعت not only but also، ف it is not only الكرة بس، لكن ده كمان النجيلة، يعني الصناعة المصرية حاضرة في المونديال. بالظبط بالظبط، وان شاء الله احنا بنتمنى طبعا لدوله قطر البطوله طبعا على اعلى مستوى وتنظيم ان شاء الله باذن الله. احنا كمان الحكومه المصريه النهارده وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود النهارده في حفل الافتتاح، دي رساله قويه جدا ان مصر مدعمه وواقفه جنب اخواتها في الدوحه، ان شاء الله يقدموا بطوله على هي الافضل على مر التاريخ، وان شاء الله نهليهم في النهايه بتنظيم هو الاروع باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 عاطف شادي زميلنا العزيز من العاصمه القطريه الدوحه، ناقدنا ومحللنا الرياضي البارز. يا سيدي الفاضل، عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنه، عزيزي المواطن العربي، عزيزي المواطن العالمي، مصر تجمع ولا تفرقش، مصر كبيره قوي قوي قوي، ام الدنيا قد الدنيا بجد. ربنا يخليك لينا يا ريس.